حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم راح اخذكم في رحله مميزه. وين نروح في البحرين؟ اليوم راح نروح ذا ريد بار. حياكم نبيل اللي خلاني اليوم ازورك شهرة المطعم. قالوا لي انه مميز في البيتزا، خصوصا البيتزا الامريكيه. انا ابغى اعرف خبايا البيتزا اليوم. البيتزا هذه مميزه جدا، واحنا تقريبا الوحيدين في البحرين وفي المنطقه اللي نسويها. اي نعم اي والله، فالكل يتعنى انه يجي يطلب البيتزا، بس هي تاخذ وقت، فدائما نطلب من الزبائن انهم يتصلون او يطلبونها قبل ساعه الا ربع. حلو. وانت يعني هذه البيتزا تعلمتها من خلال خبرتك في المطابخ الامريكيه لما كنت في امريكا؟ حسب علمي 40 سنه كان عندي مطعمين هناك، وهذه واحده من الاشياء اللي كنا نسويها. نعم بالضبط. انا والله يعني سويتها بالصدفه يعني، وشفت ان لاقت اعجاب، فقررت ان اخليها. كل صراحه ما عجب فيها صراحه يعني. عرفنا عن البيتزا الامريكيه، بيتزا شيكاغو، نبغى نعرف اكثر عن المطعم، شو اللي تقدم فيه، شو اللي قاعد تميز فيه اكثر؟ احنا طبعا نقدم كل ماكولات امريكيه اصيله، فنقدم هنا لحم مدخن، نسوي الريبس اللي هو الضلوع والبريسكت، بالاضافه الى البول بيف، وطبعا اكيد لازم مطعم امريكي لازم نسوي البرجر، وطبعا بخلاف هذا نقدم البايز. الفطائر الأمريكية من التفاح والبيكان وبلوبري والكي لايم والأشياء الثانية. طريقتهم مبتكرة حتى في عرض المشروبات. الكل مدعو لتجربة المطبخ الأمريكي في ذا ريد بار في ذا ديستريكت 1 في الجنبية، والمطعم مفتوح من 4 العصر.